غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو مسلم، أبونا أنطونس أنيحكي معي. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. أمين. سعادة الأب الفاضل أنطونيوس، معاك الأستاذ وسام، معاك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا، من نيويورك. وسام عبد الله، أهلا بيك يا فندم. على سعادة صدر سعادة الأب الفاضل، سعادة الأب الفاضل أنطونيوس، يعني حضرتك علم من أعلام الكنيسة الروم الأرثوذكس في لبنان، والكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. كان سؤالي حضرتك يعني. أمين. أمين. يعني يسوع بيقول، وطبعا وده مهم جدا جدا حضرتك كما تعلم، يقول فأجاب يسوع قال لهم الحق أقول لكم إن من يكرز بشيء لم أقوله فأنا أدينه في يوم الدينونة. أمين. طبعا كمان بيقول الحق نعم الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فلا حياة أبدية، إما الذي يكرز بشيء عني لم أقوله يأتي إلى دينونة وينتقل من الموت إلى بحيرة النار والكبريت. أمين يا فندم. سؤالي يا فندم هنا بالنسبة للاهوت يسوع، من أين يستمد لاهوت يسوع شرعيته؟ هل من انتخابات حرة نزيهة؟ هل من تعيين بشر من جدية عليا؟ هل من تفويض مباشر من البشر؟ هل من تفويض مباشر من التلاميذ؟ أو إعلان من يسوع؟ فندم شرعية ألوهية يسوع، هل الشرعية دي بيستمدها من انتخابات، من تعيين من جهات سيادية عليا، من تفويض من الناس، تفويض من البشر، أو من إعلان من يسوع؟ الفريسيين لأي سلطان هذا؟ أيوة. سؤال هو سؤال ثاني. تفضل. لأن معموديتنا من الله أم من البشر؟ أيوة. يعني ما علاقة هذه النصوص بالسؤال اللي أنا طرحته؟ أنت حضرتك هو نفس السؤال في عنوان المسيح بحد ذاته. طب فين اللي حضرتك، انا اديتك 5 اجابات، يعني ايه الاجابة؟ هل هي انتخابات؟ هل هو تعيين مباشر من جهات سيادية عليا؟ هل هو تفويض من الناس؟ هل هو تفويض من التلاميذ؟ هو الاعلان من يسوع، ايه الاجابة فيهم؟ هو المسيح ما جاوب على هذا السؤال، فليش انا بدي جاوب؟ يعني يسوع لم يقول انا الله، تمام؟ مش صحيح حسي انه انت تقول، يعني يسوع ليس هو الله حسب ما تؤمن انت، مش فاهم انا، يعني حضرتك تقول يسوع ليس هو الله؟ ليوحنا بإنجيل يوحنا توعد بقول، ايوه لا معلش وضح لي النقطة دي، يعني انت حضرتك بتقول يسوع ليس هو الله، بتقول من رآني يرى الآب، إذا في الآب والآب فيا، إذا حضرتك الآن بتقول يسوع هو الله. طيب حضرتك عندك فكرة عن مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية؟ قرأت عنه؟ طيب مجمع نيقيا، ما هو السبب في وجود مجمع نيقيا؟ ايه السبب في انعقاد مجمع نيقيا؟ لماذا تم انعقاد أريوس؟ ماذا كان يقول أريوس؟ انه ليس الله هو مخلوق. ممتاز. وكان العملية حضرتك كما تعلم مش أريوس بس، كان هناك فرق موحدة من أول القرن الأول، على سبيل المثال دائرة المعارف الأمريكية تقول لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدا في التاريخ أو في حقيقة الأمر، فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير بعشرات السنين. نفس الكلام حضرتك الموسوعة الكاثوليكية الحديثة، ودول ناس مسيحيين وبيؤمنوا بأولوية يسوع وبيؤمنوا بالتثليث، تقول إن صياغة الإله الواحد في 3 أشخاص لم تنشأ ولم تتمكن في حياة المسيحيين وعقيدة إيمانهم قبل نهاية القرن الرابع. صار في حد قال نهاية القرن الرابع، لأن كما لا صحيح أنا جبت لك الدليل إلى الرسل، إلى الرسل والتقليد الرسولي. أيوة. موجود من القول
أيام الرسل موجود. إذا كان موجود لماذا؟ وتحدث المجامع مش اخترع في المجامع. طيب ممتاز، إذا كان الكلام ده موجود حدث لأنه كان موجود والبراهين موجودة من العهد القديم. طيب مش بس أنا أوضح لك هذه المسألة. في أديان مش شرط إن أنت تؤمن بيها، مش مشكلة يعني أنت ما تؤمن بيها، لكن في مثلا اليهودية والإسلام، هل سمعت إن المسلمين أو اليهود بيقيموا دينهم على مجامع وإلههم عن طريق مجامع؟ هذا المسيحية بس. مستحيل. طيب إذا إيمانك المجامع المسكونية، المجامع المسكونية ما إذنك لتخترع إيمان. طيب ماشي، تحدد الايمان. ممتاز ممتاز. لماذا تحدد الايمان؟ لان كان في صراع، لانه كان في اشخاص عم يفهموا ويفسروا الكتب المقدسه بطريقه غلط. لا حضرتك القرن الاول ما في كتب مقدسه، مع احترام حضرتك. كيف ما في؟ اول شرط كان في الكرازه الشفهيه. الكرازه الشفهيه كانت بروح حضرتك تعمل كرازه وقت كان هذه الكتب المقدسه المحدده. اول شرط يكون في المقدس انه يكون مكتوب بالقرن الاول. لا ما بص حضرتك اسمعني، رسائل بولس مكتوبة بالقرن الاول. لا دي واضح، انت حضرتك بتقول كلام ايمان بدون اي دليل. انت بتقول لابد ان الاناجيل مكتوبة في القرن الاول. هل عندك دليل على مثلا ناخد انجيل متى؟ متى تم كتابة انجيل متى؟ تم كتابته امتى؟ اصلا مقطش مش معنى. انت بتقول لابد ان الانجيل يكون مكتوب في القرن الاول. انجيل متى على سبيل المثال، متى تم كتابه انجيل متى؟ شوف حضرتك ما تعرفش، ما حدش يعرف. العمليه كلها استنتاج. فين؟ انا عم تحكي لي على التليفون عفوا، ما في شيء بين ايدي مراجع بس كله موجودين. شوف يا فندم، انا المراجع موجوده والاشياء موجوده بس يا فندم انا هشرح لك. الاناجيل اساسا الكاتب غير معروف، اثنين تاريخ الكتابة غير معروف، والدليل على ذلك انت بتقول انجيل متى تأليف متى. تقدر تثبت ان متى كاتب متى؟ هو اللي كان عشر ماشي، اثبت هذا الكلام. اثبت هذا الكلام، اثبته، اثبت ان متى كاتب انجيل متى. تفضل اثبت ان متى كاتب انجيل. عفوا ما بدك تتصل معي بس افهم. انت حضرتك بتقول ان عم تتصل فيي من بلد تاني بتوقيت تاني، عم تسالني اسئله ما بدنا نوصل. يا حضرة الفاضل المحترم، انت اللي بتتكلم، مع احترامي لك ايمانك الشخصي، انت بتتكلم على مسلمات ايمانيه ما تقدرش تثبتها. طب هذا ايماني، انا فيك الكلام على ايماني، انت عم بتجيبها ايماني. مع احترامي لحضرتك، يعني انت لا مؤاخذه يعني، مع احترامي لك، يعني هذا ايمان اعمى بدون دليل. انت بتقول انجيل متى اللي كاتبه متى، فين الدليل؟ ما في دليل. انت بتقول انجيل متى مكتوب في القرن الاول، فين الدليل؟ ما في دليل. نفس الكلام على انجيل مرقس، نفس الكلام. تقول ما في دليل، وين ما في دليل؟ مين قال لك؟ اتفضل حضرتك، فين متى كاتب انا كاتب انجيل متى؟ عندك اربع اناجيل، واحد اسمه متى ولوقا ومرقس ويوحنا. اثبت اي انجيل لصاحبه، اثبت. اتفضل ناخد متى، اثبت ان انجيل متى الكاتب هو متى. اتفضل اثبت انجيل مرقس الكاتب مرقس. اتفضل اثبت انجيل لوقا الكاتب لوقا. اتفضل اثبت ان انجيل يوحنا الكاتب يوحنا. اتفضل. مفيش دليل. ده انت عندك متى، انت عم بتقول ما في دليل يا فندم. قول انت الدليل. انت عم بتقول ما في دليل. انت دغري يا حضرة التليفون، اتصلت فيي يا حضرة التليفون، اتصلت فيي بهدلة، لا اعطيني خبر قبل الوقت يا فندم. انا ايه مراجع يا هلا يا مع اشخاص موجودين هون يا فندم. انت حضرتك بتقول نازل فيي بهدلة، انت بتقول انا نازل فيك بهدلة. انا مش العمليه مش نازل فيك بهدله، انت بتتكلم بدون دليل. انت الايمان بتاع حضرتك ايمان اعمى. انت البينه على من ادعى، انت بتدعي ان كتبت الاناجيل تلاميذ. اثبت ان كتبت الاناجيل تلاميذ. اتفضل ما تجاوبك، تتصل في يوم تكون اخدين موعد. ماشي قول معي كل الاجوبه. ماشي اعطيك الاجوبه كلها. الميعاد اللي يناسب حضرتك انا ما عنديش مشكله. الميعاد يناسبك امتى؟ انا الجمعه الجايه ماني موجود في لبنان، اللي بعده انا موجود. تكرم علينا الساعه 6 تعطيني خبر.
يوم ايه بالخلاف؟ كل المراجع. لا لا دي واحدة. وبعطيك وين تقرا كمان. دي واحدة. يوم حدد لي اليوم والساعة اللي يناسبك. ايه؟ ايه يوم 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 الخميس يوم الجمعة ايه اليوم اللي يناسبك؟ فينا خميس الجاي. الخميس ده اللي بعده. لا اديني معاد اديني معاد يكون انت موجود. خلينا نخلي يوم 2/15/22 يوم يوم كام؟ 22 يوم 22 يوافق يوم كام؟ يوافق اليوم كام؟ يوافق الساعة كام يناسبك؟ يعني بتوقيت لبنان فينا على الساعة 6. طيب انت قلت يوم 22 مظبوط؟ يوم 22 ده يوافق كام يعني يوم ايه؟ يوم خميس يوم جمعة يوافق ايه؟ خميس. يبقى الخميس 22 اذا اذا احيانا الرب عز وجل الساعة كام قلت بتوقيت لبنان؟ 6 مساء بتوقيت. لا ممكن اخر الميعاد شوية لو سمحت لو في امكانية؟ انا صراحة بكون عندي استماع. خلاص الساعة 6 مساء بتوقيت لبنان. خلاص 6 مساء بتوقيت لبنان ان شاء الله. حيالنا سؤال بدك اياه. انا اقول لك تكون عم تحضر لك الازمه ورقه. السؤال الرقم اللي عم تحكي لي عليه ماشي. السؤال حضرتك اللي انا عم المكان اللي جبت منه رقمي في ايميل ما بعرف وين جبت حضرتك. لا دقيقه واحده بس حضرتك دقيقه واحده. السؤال عن عصمه الكتاب المقدس من هم كتبت الاناجيل؟ خلاص حضرتك مع الف سلامه. مع السلامه. الله يخليك يا عمي. طبعا ده ولا يحصل ولا يتكلم ولا بتاع. يا ريت حد يحتفظ اقول بياناته واحتفظوا بالكلام ده. الكلام ده طبعا ما هيرد تاني بس مش مشكله. بس الشاهد هنا انا ماشي ما عندي مشكله. اتحضر خد وقتك. كان معانا نوع مباشره الان الاب انطونيوس بيتر. الاب انطونيوس بيتر من كنيسه القديس ديمتريوس لبنان روم ارثوذكس. تاني الاب انطونيوس بيتر من كنيسه القديس ديمتريوس لبنان روم أرثوذكس. أنطونيوس بيتر كنيسة القديس ديمتريوس لبنان روم أرثوذكس. عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي. يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.